تفضل ساعات نائب الأول. استاهل 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 ابو سلمان. تفضل معالي النائب احمد بن سلمان المسلم، تفضل. التزام بالوقت لو سمحت بس. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر الوزير على ردها، بس انا عندي ملاحظات هندسيه، والامانه ما اخذت من مهندس، اخذت معالي الرئيس، اخذت من احد اللي ساكنين. يعني لو ما اخذها من مهندس يمكن يصير اشمل. بيوت شرق الحد اللي صار فيهم كثرة النماذج في الوحدات السكنية، 5 نماذج موجودين على الساحة، أدت إلى اختلاف في مساحات البيوت بشكل غير منصف، وفرقات في التصميم والتنفيذ لبيوت شرق الحد. حجم غرف النوم يتراوح من 9 إلى 12 متر مربع، وغرف المعيشة ما يقارب من 16 متر مربع، لا يتناسب مع احتياجات الأسر المستفيدة. وجود المطبخ في وسط المنزل لأغلب النماذج بدون تهوية، غالبا تكون التهوية على منور داخلي وغير مناسب طبعا، وخطورة في حال نشوف أي حريق، والمنور إذا طق المطر تصريف الماء مو موجود. وجود حمام واحد مشترك، وهذه هي الطامة الكبرى لأكثر غرف النوم. يعني تتخيل مع الرئيس غرفة الماستر وثلاث غرف نوم بحمام واحد، يعني ما يركب. يعني في عندنا بنات، في عندنا أولاد، فصعبة. لذلك احنا نقول ان معظم البيوت تم ترميمها. عدم وجود غرفة نوم او دورة مياه في الطابق الارضي للنموذج T4، وهو مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني حتى كبار السن. معروف ان المستفيد من البيوت ينتظر حوالي من 10-15-20 سنة، فأكيد عنده أب أو أم غير عاجز عن يركب السلم، فالمفروض أن تكون في حجرة تحت الطابق الأرضي يكون تخدمه. عدم وجود مخرج ثاني لبعض البيوت في الجهة الخلفية. أنا شفت بيوت محاطة من 3 جهات، وهذه غير مناسب لا في الحريق ولا في حتى في التهوية. وطبعا وجود حمامات بدون نوافذ، هذه يعني ممكن متعلق بنفس البيوت المحاطة بالبيوت. عدم وجود ارتدادات، وهذا أنا مقدرها حق وزارة الإسكان مع الرئيس، لأن ممكن حسب حاجة المساحة. فإحنا نتكلم عن وجود بيوت 180 متر وبيوت موجودة 180 متر والأرصفة تحتاج حق يمكن أزيد من 500 و600 متر في بعض البيوت في بعض الأماكن. فياليت هذه الأرصفة تكون موجودة من ضمن البيوت، يعني البيت أحسن من الرصيف. فأعتقد بالنسبة عن التخطيط الهندسي اللي صار في شرق الحد ما كان موفق، واعتقد ان صار في وقت قبل لا تكون وزيرة الاسكان اللي اكن لها كل احترام وتقدير، لان فعلا هي من الوزراء اللي تعاونوا مع المجلس وحضروا الجلسات او الاجتماعات المحافظات الاولى والثانيه والثالثه، ونطالبها المحافظة الجنوبية. فاعتقد تجاوبها يدل ان هي قاعده تشتغل في المسار الصحيح. بس الاحتياجات المطلوبه للبيوت اللي خسروا عليها اصحابها، يمكن اقترضوا من البنوك، واللي ما 80-90% من البيوت اطلبوا ترميم واشتغلوا عليها وضبطوها على اساس دائما هم في مخيلتهم كلام جلالة الملك المعظم ان المفروض ان يكون لكل مواطن بيت لائق له.
هذه البيوت غير لائقة للسكن، لذلك هم صرفوا عليها يمكن اللي من 10-15 وصلت لأربعين ألف صارفين عليها. فمعالي الرئيس احنا نبي نتأكد ان هالبيوت هل هي هندست على الطراز اللي تخدم المجتمع البحريني او لا. هاتري الجواب من الوزير. شكراً معالي.